ربي. فريدة بنتي حبيبتي أمورتي. إزاي؟ كنت فين يا حلو؟ كنت في اجتماع مع مدام زينب في الجمعية. خير؟ نقول مبروك؟ مبروك إيه بس؟ دي بتقولي إن مجلس الإدارة هيجي يزورنا، بتقولي عايزين يجوا يشوفوني بقى أنا وجوزي وإحنا عاملين إيه مع بعض. طب ما قالولكيش هيجوا إمتى؟ سألتها بس حسيت إن هي بتتهرب من السؤال، واضح إن هم عايزين يجوا فجأة. فريدة أنا عاوزك تهتم شوية بجوزك يا بنتي. ليه يا بابي؟ وانت شايف ان انا مقصرة؟ احنا لسه جايبين شغالة اهو. يا بنتي شغالة ايه بس؟ سيبك من كلام امك ده، الراجل مننا عايز لما يرجع بيته يلاقي حضن حنين يترمي عليه، يترمي في حضن الشغالة يعني.